بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم بياكم جمهور الكريم، يا هلا ويا وسهلا فيكم. احنا هنا في سكي لاين في يعني فعاليه ولا احلى. نقول باذن الله اليوم يوم جميل ويوم رائع. وتعال نخش على مجدي. استاذ مجدي السلام عليكم. تعال 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 تعال، عندنا تصوير جميل ولازم نوري للساده المشاهدين احنا ايش جالسين نسوي. هل انتم مبسوطين؟ ابغاكم تقولوا هنا مجد، هنا مجد، يلا هنا مجد. ابى اسالكم سؤال، قولوا لي هل انتم مبسوطين؟ فرحانين؟ اللي يحب المجد يقول انا، اللي يحب قناة مجد يقول انا. طيب معنا هنا برضو ما شاء الله تبارك الله أب من الآباء اللي جاي في هذه الفعاليات الجميلة. تعرف عليك؟ عبد العزيز عسيري. أنا عمو أكرم. يا شيخ عبد العزيز نتعرف على البطل. تركي. تركي ما شاء الله تبارك الله. شيخ عبد العزيز إيش رأيك في هذه الفعاليات الجميلة اللي تقام في سكي لاين؟ والله فعاليات جميلة جدا، والحقيقة مشهود لها على مستوى المنطقة، معروف المكان هذا ويرتادونها ناس واجد، والحقيقة ما أقدر أقول شيء صراحة. أفضل فعاليات صراحة شاهدناها في هذا المكان. يا سلام. طيب نبي نسأل الشطور البطل، هل تحب قناة مجد؟ أيوه. قديش تحبها؟ كثير كثير. طيب إيش تتابع في قناة مجد للأطفال؟ في برنامج تتابعه؟ أيوه يتابع بسمة. بسمة؟ ما شاء الله تحب قناة بسمة؟ أيوه. بسمة بسمة كلمة رسمة ورسمة. يا سلام عليك، الله يحفظهم ما شاء الله تبارك الله. طيب ايش حاب تقول لمثل هذه الفعاليات، مثل قناة المجد اللي جاي تغطيها، وان شاء الله اطفالكم مستمتعين؟ والله يا غالي انا اول شيء شهادتي في قناة المجد مجروحة. يا سلام. انا مشترك في قناة المجد يمكن من 18 سنة واكثر. ما شاء الله تبارك الله. وقناة المجد حنا تربينا عليها. يا سلام. وان شاء الله تعالى نربي عيالنا عليها. يا سلام. حقيقة هذه القناة هي القناة الوحيدة اللي استطيع اني اترك ابنائي عندها وانا مرتاح، ان شاء الله تعالى ما يشاهدون الا كل شيء جميل وكل شيء هادف. فالله يبيض وجيهكم ويجمل حالكم، وللامام يا قناه المجد. الله يعطيكم العافيه، ودائما هو شعارنا قناه المجد هي القنوات الامنه للاسره. حبيبي يعطيك العافيه. شكرا لك. طيب يا مرحبا ويا مسهلا، عندنا هنا بنوته حلوه، وعندنا ما شاء الله واحد من الرجال الابطال ان شاء الله في المستقبل. تعرف عليكي ايش اسمك؟ سارة. سارة الحلوة صح؟ ايوه. من فين انت صرتي حلوة؟ انا صرت كبيرة ورحت روضة. ما شاء الله تبارك الله، رحتي في الروضة؟ ايوه. طيب هذا اللي معك اخوكي؟ لا ايوه. نسيتي اخوكي؟ ايوه. طيب خليني اتعرف عليه واجيكي. تمام؟ طيب. يلا ايش اسمك يا بطل؟ حسان. احسان؟ لا حسان. حسان حسان، كيف حالك يا حسان؟ طيب. انت تحب قناة المجد؟ ايه. مرة كثير؟ ايه. طيب ايش اكثر شيء تحبه في قناه المجد؟ فضائي. فضائي، اهلا اهلا. حافظها؟ تحب جحدر ولا فضائي؟ فضائي. ما شاء الله تبارك الله. طيب نرجع لاختك الشطوره، وتقولين صرتي كبيره؟ ايوه. ما شاء الله، قد ايش صار عمرك يعني؟ ايوه. ما شاء الله 500؟ ايوه. 500 سنه؟ لا اله الا الله، ما شاء الله. قولوا ما شاء الله، قول ما شاء الله، انت قول ما شاء الله. يعني صار عمرك 500؟ ايوه. طيب متى يصير عمرك 1000؟ بعد كم سنة؟ برهوم 1000 يسوي كذا. برهوم عمره 1000؟ ايوه. مين هذا برهوم؟ برهوم اسمه ابراهيم. ابراهيم، هذا ايش اخوكي برضو؟ ايوه. ما شاء الله، تعرف برهوم؟ ايه. برهوم عمره 1000؟ لا. ها كم عمره؟ 7. يعني 7000 ولا 1000؟ 7. 7000؟ ايوه. ما شاء الله تبارك الله. طيب قولي انت ايش تحبي في قناة المجد؟ مجدا. قناة مجد الأطفال؟ ايش تتابع فيها؟ بنات بنات؟ ايوه بنات. ما شاء الله. طب قولي لهم مع السلامة. طيب هنا في الكاميرا. مع السلامة. وانت قول لهم مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. هلا بالبطل، يا مرحبا ويا مسهلا. مرحبا.
الحمد لله، كيف حالك؟ الحمد لله، انت كيف حالك؟ انت طيب، امورك تمام؟ بخير الحمد لله. طيب قل لي، ايش رايك في عالم مجد؟ يجنن. يجنن؟ ايه. يروع؟ ايه. جميل؟ ايه. حلو؟ ايه. زيك؟ ايه. ولا احلى منك؟ احلى مني. لا والله انك انت احلى حاجه في الدنيا هذه كلها ما شاء الله. طيب قل لي، ايش تتابع في قناه مجد للاطفال؟ انا اتمنى حاجه انكم تعيدون هجوم نجوم يا اخي. والله هجوم نجوم والله يجنن. والله يجنن. ايوه. انت كنت تشجع مين؟ تشجع هجوم نجوم؟ ها؟ أكيد. النجوم ولا النجوم. العائلات؟ النجوم. النجوم. طيب بعزمنا نمضي ننافس الأبطال، بروح وتحدينا هد الجبال. هجوم نجوم هجوم نجوم قول هجوم نجوم هجوم نجوم. طيب إيش رأيك تجينا في الرياض وتشارك معنا في برنامج؟ إن شاء الله. ولا أنت الآن شاركت في هذا البرنامج؟ شاركت. مبسوط؟ طيب إيش حاب تقول للي يتابعوا المجد؟ المجد أفضل شبكة في العالم. أوف أوف أوف، أحلى شبكة في العالم؟ إيه. انتهى الكلام؟ أفضل، انتهى الكلام، ما فيها نقاش. قفل الملفات. يا سلام، قفل الملفات. ما شاء الله، كيف حالك؟ طيبة. عندك أنشودة؟ إيش هي الأنشودة؟ مزرعة جدو. مزرعة جدو، يلا قوليها. في هذه المزرعة جدو مروعة، وكلنا معه أحفاده الأبطال. سأحفظ العود وثروة الجدود تكون في الصمود. لا نعرف المحاب، ألماسة الأمل، إشعاعها بطل وخيرها خطل. يحقق المنى يا جدنا أمين، نعب سبانخ فطير. أنا؟ وباحث جميل لأنبل الخصال. نعم أنا نعم، هنا من أجلكم نستثمر النعم، نستشعر الجمال. طرق 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 طموحنا الأفق، لطلة الألق سنفزح المجال. تفكيرنا النشط يدمر الخطط، لنا الذكاء فقط من دون ماجدان. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، يعطيك الصحة والعافية. هل أنت لدي الدرجة تحبي قناة مجد الأطفال؟ مرة كثير؟ قولي إيوه. إيوه. يا سلام، يعطيك العافية. هذه الفعالية الجميلة والنشيد الشهير عالم مجد، عالمنا. شوفوا تفاعلهم ما شاء الله. يلا عالم مجد، يلا أنا بروح وسطهم. يلا فوق فوق، يلا 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 الإحسان. يلا حلوين، يلا عالمنا. يا سلام، ايوه صفقة صفقة. ايه 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 قولوا بصوت. يا مرحبا ويا مسهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام. ايش اسمك؟ الماس. طب تعالي اوقف شوية كذا يا الماسة. ايوه كذا كويس صح؟ طيب ايش ايش تحبي في قناة المجد؟ المجد. كل المجد يعني تحبيها؟ ايه. ما شاء الله، طيب ايش أكثر برنامج تحبي؟ مزرعة جدو. مزرعة جدو. تحب سبانخ ولا فلتر؟ سبانخ. شاطرة، كفو كفو، ما شاء الله تبارك الله. طيب متعرف عليك يا بطل؟ ايه. ها؟ ايه. ايش اسمك؟ فهد. ايش اسمه؟ فهد. فهد، كيف حالك يا فهد؟ طيب الحمد لله. مبسوط؟ ايه. ما شاء الله، تحب قناة المجد؟ ايه. ما شاء الله. طيب متعرف عليك يا بطل؟ اسمي ابراهيم. ابراهيم؟ ايش اسمك؟ ابراهيم. ابراهيم. ابراهيم ايش تتابع في قناة مجد الأطفال؟ كلها؟ مزرعة جدو؟ ايه. طيب انت تحب قناة مجد الأطفال؟ يا سلام. طيب ايش بسألك سؤال خطير، يعني خطير ها؟ طيب. يعني تتوقعي جدو أمين يعطي فلتر وسوسة وشوشة للمزرعة؟ لا. ليش؟ كذا. لأن هو ما فقد الذاكرة صح؟ لا. فقد الذاكرة، من السبب في فقد الذاكرة؟ أنت. والله إني حزين، أنا حزين مسكين أنا. لا فلتر. طب قولي لي أنت إيش الحل اللي نسويه يعني عشان يعني نعالج الموضوع؟ أضربه مرة ثانية. أضربه مرة ثانية، أضرب جدو أمين. إيه. يا جدو أمين أوريك أنا، حضربك مرة ثانية عشان تصحى. يلا مع السلامة. يا مرحبا ويا مسهلا معنا نجم من نجوم شبكتنا الحبيبة، طبعا أنا أعرفه ما يحتاج، نتعرف عليك والسادة المشاهدين يتعرفوا عليك. معكم محمد عبد الحكيم رشيد، في شاركت في حي السعادة. يا سلام. وأقلبها.
ايوه. وكان صديقي مصعب جان. وين طيب مصعب؟ راح كلمه. كلمه، انا مالي دخل، انا مالي صراحه. طيب ايش رايك في هذه الفعاليه اللي تقام في عالم مجد؟ اتمنى انها تدوم ما شاء الله تبارك الله في الرياض وفي ابها وان شاء الله المدن القادمه. يا سلام. طيب انت زرت سكي لاين، ايش رايك في هذا المكان الجميل؟ عجبك؟ من اجمل الاماكن الصدق اللي جيتها، خاصه في ابها. حلو. طيب صراحه يعني بكل امانه وحياديه كذا، ايش احلى برنامج حبيته في قناه المجد؟ في جوك عشان استضافه وعيد الدوسري. يا سلام. صدق الاهل كلهم اجتمعوا عشان يشوفونها. يا سلام. كانت مشوقه جدا صراحه. طيب وفي قناه مجد الاطفال اقلبها اقلبها وحي السعاده. طيب يا احمد ايش رايك في قناه مجد الاطفال؟ زين. ايش اكثر شيء تتابعه في قناه مجد الاطفال؟ جدو امين. مزرعه جدو امين. طيب عالم مجد عالمنا، عالم مجد فرحتنا، عالم مجد عالمنا، عالم مجد. يا سلام. تحب عالم مجد؟ ايه. كثير ولا قليل؟ كثير. طيب اذا كان عالم مجد في القصيم تيجي القصيم؟ ايه اكيد. ان شاء الله. ما تسيبنا. إيه. ان شاء الله. ان شاء الله. يعطيك العافيه، شكرا لك، قول لهم مع السلامه. يا مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا بطل؟ طيب. هل انت مبسوط؟ ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، ايش فيك فجعتني؟ هل انت فرحان؟ ايه. بسم الله الرحمن، ايش فيك كذا متحمس ما شاء الله تبارك الله؟ مرة عشان كذا مرة مبسوط؟ ايه. ما شاء الله. هذه السعادة. اوه والله. ايه. طيب كنت تشجع مين في حي السعادة؟ في حي السعادة اشجع مصعب وخالي. مصعب؟ خالي محمد. خالك محمد ما شاء الله تبارك الله، الفريق اللي فاز حلقات كثير ها؟ ايه. طيب ايش حاب تقول لخالك محمد؟ ان شاء الله تفوز. ان شاء الله تفوز. ومصعب؟ ان شاء الله تفوز. ان شاء الله تفوز. طيب نتعرف على الشطور الحلوة؟ هلا. هلا ما شاء الله، عندك انشودة ولا مشاركة؟ ايه. ايش هي؟ انشودة فضاء. يلا قوليها. طربا غرب بابا غرب بابا غرب بابا، أنا الحب وفاء والخير حنون الأفياء، وحكايا النفس يسطرها أبطال الأرض الشرفاء، تكمل في سنفر ذروات بالأرض تزيد الخيرات، أنتجت وأعجبت كثيرا في هذا الكوكب الدام، أنت أدعوكم من هذا المنبر أن نذهب للكوكب سنفر، يا أبطال الأرض يا أطفال الأرض يا أطفال الأرض انضموا، أبدا أبدا لن نتآخر، أبدا أبدا لن نتآخر، يا أمر الدنيا المنشور أسمعنا حتى بالغيرة نعود، أنشدنا بلقائكم ذاك الكوكب افهموا منا ما المقصود، هيا بنا هيا هيا بنا هيا هيا يا يا. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله، تحية تحية اديها تحية اديها تحية. يا سلام ماشي، كلهم يصفقوا لك ما شاء الله تبارك الله. طيب انت ايش عندك انشودة يا بطل؟ عندي انشودة يعني قليلة. قليلة يعني ما هي طويلة زي حق اختك؟ ايه. يلا ايش هي الانشودة؟ عبدو قاسم عبد قاسم عبدو قاسم عبد قاسم عبدو قاسم عبد قاسم عبدو قاسم عبدو قاسم. يا سلام ما شاء الله، اديها تحية تحية تحية. يلا اديها اخوك تحية. يلا يعطيهم العافية وما شاء الله تبارك الله. السلام عليكم. عليكم السلام. ايش اسمك يا بطل؟ وسام. وسام، وسام صف كم يا وسام؟ الدخل الثاني. ما شاء الله تبارك الله. طيب ايش رايك في سكي لاين؟ عجبك المكان؟ حلو؟ ايوه. مره حلو؟ ايوه. ولا شويه صراحه؟ مره. طيب اليوم شاركت معنا في الفعاليه؟ ايوه. انبسطت؟ ايه. في عالم مجد؟ ايوه. كانت مره حلوه؟ ايوه. طيب ايش تقول للجمهور؟ شكرا. احبكم. تحبكم. يلا كلنا نحبكم، قول لهم مع السلامه. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ طيبة. ايش اسمك؟ داليا. داليا؟ عادي البس الطاقية هذه؟ لا. اوف ليش ما تلبسين الطاقية؟ هذا كيفي. اوف اوف اوف، يعني انت مرة خطيرة يعني ها؟ ايه.
طيب يعني تساعديني شوي، انا طلعتك معايا في اللقاء. بس عادي. ها عادي البسها؟ لا. حول ولا قوة. انت ليش ما تبي تلبسيني؟ حاجاتي. حاجاتك؟ يعني انت مره ما تعطي احد حاجاتك؟ ايه. طيب عندك انشوده؟ ايه. ايش هي الانشوده؟ عبد قاسم عبد وقاسم عبد قاسم عبد وقاسم. هذا وانت تحبي عبد قاسم ما اعطيتيه الطاقيه، كيف لو ما تحبي ها؟ خبلتني. هبلتني. الله يحفظك، قولي امين يا رب. امين يا رب. الله يسعدهم وشكرا لكم، وان شاء الله انكم مستمتعين. يلا نشوف تقرير ثاني. يلا عالمنا عالمنا مجد، عالم مجد، عالمنا عالم مجد، فرحتنا عالم مجد، عالمنا عالم مجد، فرحتنا عالم مجد، عالمنا عالم مجد، فرحتنا. انت عندك كمان تحفظتها؟ ايش عندك؟ يلا تعالي، يلا تعالي وقوليها. يلا عالم ومجد قولي. تعالي قولي معاها. يلا ها قولي عالم ومجد، عالمنا عالم ومجد، فرحتنا عالم ومجد، عالمنا. طيب قولوا لي هل انتم مبسوطين؟ ايه. كثير مره؟ ايه. طيب ايش تقول لقناة المجد وجمهور المجد؟ تحبوهم؟ ايه. كثير ولا قليل؟ كثير. يلا يعطيهم العافية ونقول لهم مع السلامة. مع السلامة. طيب يا مرحبا ويا مسهلا، حياك الله. الله يبقيك ويسلم. شلونك؟ بخير جعلك. أنا قلت لك هذه قناة أطفال. إيش قلت لي؟ أنا طفل. يا سلام، أنا أحب الروح الجميلة. الله يسلم. والروح الحلوة هذه. أنت الجميل وأنت الله. طيب أسمع مني، نخرج أنا بخرج خارج النص، تمام؟ أنا بسوي معك مسابقة. ويش؟ ولو فزت علي بعطيك 5000 ريال. والله؟ والله 5000 ريال. ها ويش؟ افتح ايدك كذا، امسك ايدي، امسكها لك 5000 ريال. والله؟ اي والله. كم محاوله؟ 3 محاولات. يلا ضبطتك. يلا. جاهز؟ يلا بسم الله. يلا بسم الله، واحد من الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اصبوا ما شاء الله تبارك الله. ركز ركز معايا، هذه الاولى. ركز، اخليها 10000. جمهور الكريم والله 10000 ريال من جيبي. يلا. يلا ها ركز. اوه ما شاء الله تبارك الله، ركز ها، لا تروح عليك ال 10000 ريال. باقي لك اخر محاوله، اخليها 20000 ريال ولا 25000 ريال؟ والله 25000 ريال. ها يلا ركز، بسم الله. افتح ايدك بس، شبر شبر شبر. 25000 ريال بعطيك اياها من جيبي، 25000 ريال لا تروح. يلا ركز. ها ها الله لا لا لا. ايش رايك في الجو؟ الجو جميل صح بابا؟ الله ها لا لا لا. يستاهل تحيه، ادو تحيه ادو تحيه. يعطيك العافية. طيب ايش رايك في هذه الفعالية وهذا المكان الجميل؟ والله ما شاء الله تبارك الله، مكان جميل واهله جميلين والجو جميل وانا جميل. والله يسلمك. بس ما شاء الله عليك، انت جميل بكل المقاييس. الله يسلمك. ايش حاب تقول لقناه مجد للاطفال؟ اقول الله يوفقهم ان شاء الله ويسعدهم. شكرا لك على روحك الطيبه واستمر. والله يسلمك ويعطيك الف عافيه. الله يعافيك ويسلمك. سلام عليكم. طيب جمهورنا الكريم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا في تغطيتنا الجميله في هنا مجد من ابها البهيه، بالتحديد من سكي لاين. الله يعطيهم الصحه والعافيه على هذه الحفاوه والترحيب، ما قصروا معنا طبعا. كلهم كلهم والله نشوفهم ما شاء الله تبارك الله، كل واحد جالس يكرمنا بأدبه وأخلاقه بطيبه بجوده ما شاء الله تبارك الله. فالله يعطيهم الصحة والعافية، وإن شاء الله تكونوا أنتم استمتعتوا معنا في هذه التغطية. نراكم في تغطية جميلة وجديدة في هنا مجد. إلى اللقاء. سلام.